برنامج أسفار وأخبار، نقف على الآثار فلا نعرفها، وعلى الشواهد فلا ندركها، وفي الآثار والشواهد روائع الأخبار، تحلو بها مجالس السمار. أسفار وأخبار، برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات أسفار وأخبار، والذي نعرض فيه جوانب من أخبار بعض الرحالة ومن تلك الرحلات رحلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله التي كانت إلى مكة، وعنونها بعنوان نفحات من الحرم، كانت في سنة 1956. ولم تخلو هذه الرحلة للشيخ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله من اللطائف الأدبية التي تضمنتها كتبه كلها، بنفس أدبي ينم عن روح طيبة تعلو في سماء الأدب، حتى كان من أعمدة الأدب في القرن العشرين رحمه الله تعالى، على ما أوتيه أيضا من العلم والفضل وصلاح الحال والدعوة إلى الله، ومن تابع جهوده الإعلامية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات الميلادية، وأيضا أنشطته عبر كتبه الكثيرة، عرف تلك النفس الأبية في روح الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. تتمة لما أشرنا إليه في رحلته تلك نفحات من الحرم، يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ولا يخفي استغرابه من بعض الأشياء التي يراها، ويعبر عنها بتعبير الشامي الذي لا يجد غضاضة أبدا من التعبير عما يجول في خاطره. يقول وسرنا، يعني في الصحراء من جهة الشمال شمال الجزيرة متوجهين إلى الحجاز، وسرنا فوجدنا ضبا بطول شبرين، فسألت الدليل عنه لأني لم أعرف ما هو، وإن كنت أحفظ اسمه وأعرف أنهم يقولون أعقد من ذنب الضب، وأشرت إليه. يعني الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله لا يعرف وصف الضب تحديدا، لكنه يسمع عنه ويقرأ ما كتب عنه في الكتب، ولم يكن ذا علم كبير به. قال فأشرت إليه، فلما رآه الدليل، والدليل من الأعراب من البادية، قال قفز من السيارة كمثل قفزة القط رأى فارا فاحتوشه، يعني صار يحوطه وجعل له مثل الحوش، حتى صاد هذا الضب وجاء به في يده فأوقد نارا. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عن هذا الأعرابي، فأوقد نارا وذبحه وشواه وجعل يأكله، فأغمضنا عيوننا من بشاعة المنظر. وهذا ليس بغريب، فمثله جرى في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكل على مائدته، فكان يقول وقد عافت نفسه أكل الضب، لم يكن في أرض قومي فأكله. فهذا يرجع إلى أعراف الناس وعوائدهم، ولذلك في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هناك كلام طويل كبير للفقهاء رحمهم الله تعالى في ضابط الطيب والخبيث من الطعام، ما يحل ويحرم من الطعام، ومن يقرأ كتب الفروع وكتب الفقه يجد شيئا كثيرا من ذلك، حتى إن بعض الفقهاء كان يقول لما سئل عن ذلك قال يحل كل شيء إلا أم حبين، نوع من الحشرات إن صحت أن تسمى حشرات كما كانت تسمى قديما، مثل الورل يعني. فقال بعضهم معلقا ليهنك، يعني هنيئا، ليهنك الحياة يا أم حبين، هنيئا لك الحياة يا أم حبين. فإذا هذا يرجع فيه إلى عرف الناس، ولذلك الضابط في ذلك ما استطابته نفوس الناس وما استخبثت، ما لم يأتي دليل من القرآن أو السنة يحل هذا الطعام أو يحرمه، يحل هذا الحيوان المأكول أو يحرمه. عموما الضب كما هو معروف كان معروفا عند العرب، هو حيوان يشبه الورل، ومن الصعب أن أصفه هنا في بلد يعرفون الضب وإن كانوا يختلفون في أكله، فمنهم من يأكله ومنهم من لا يأكله. لكن من الغريب في أمر الضب أن من طبعه النسيان،
وعدم الهداية، ولذلك لا يحفر جحره إلا عند أكمة أو صخرة أو شجرة، ليكون متى ما تباعد عن هذا الجحر لطلب الطعام أو للخوف أو غير ذلك يلتفت وراءه، فإذا رأى تلك الأكمة أو الشجرة عرف المكان. والمثل عند العرب يقولون وأخدع من ضب، المراد بذلك أنه لا يهتدي إلى مكانه، ويقولون أيضا أضل من ضب. ولا شك أن هذا الحيوان الغريب إخواني أخواتي له من الغرائب والعجائب التي أودعها الله إياه فيما يطول ذكره هنا، وما لا أذكره لأنه من كتب في الحيوان أجلكم الله كالجاحظ في كتابه الحيوان، وأجمع منه كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري الشافعي رحمه الله، تكلموا عن هذه الحيوانات وغيرها. ومما أورده الدميري عن الضب أنه طويل الذمى طويل العمر، حتى إنهم يقولون في المثل أحيا من الضب، لأنه يطول عمره بعد قتله، يعني يطول أمر مفارقة روحه لجسده، وهو كالحية والوزغ تماما. الحية يقولون عنها أن الحية إذا قطع ثلث جسمها مع ذلك تعيش فترة يسيرة إن سلمت من النار، حتى إن بعض الناس ممن كتب في العالم الحيواني ذكر أن من غرائب الضب أنه يعيش 700 سنة، فهو يشارك بعض الحيات في هذه الميزة، والله أعلم بذلك. وهو أيضا لا يشرب الماء، وإنما يكتفي بالنسيم البارد والهواء الطلق وغير ذلك. ويحرص الضب أيضا على أن يتخذ جحره في مكان صلب ليسلم من الانهدام ومجيء السيل عليه. ومن غريب أمره أنهم يقولون أن بينه وبين العقرب مودة ومحبة، أن بينه وبين العقرب مودة ومحبة، ولذلك يؤويها في جحره لتلسع المتحرش به إذا أدخل يده لأخذها. وعلى من يريد أن يصيد ضبا أن يحترس، لأنه في هذا المكان قد يكون توجد العقارب. ومن غريب أمره أيضا أنثى الضب تأكل أولادها، ولذلك قيل في المثل أعق من ضب، وهذا أيضا يذكر عن العقربان أو العقرب، أنثى العقرب يقولون أنها كذلك، ويقولون أن أنثى العقرب أيضا تقتل ذكرها. عموما هناك أخبار كثيرة عن الضب أوردها الدميري في حياة الحيوان الكبرى، لا أذكر شيئا منها الآن، لكنها مذكورة في أخبارهم وأشعارهم، لأنها تمثل ثقافة من الثقافات التي كانت موجودة عند العرب في ذلك الوقت. فلا نلوم الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله حينما يستغرب أكل العرب للضب، لأنه جزء من باديتهم وحياتهم، فلا يستغرب عنهم ذلك. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله من جملة ما ذكره في رحلته وكنا قد بتنا فيها في القدوم، يذكر أحد الأماكن التي مروا بها، قال وكان معنا الدليل محمد الأعرج، يتكلم الآن عن شيء رآه هذا الدليل، فرأيته قد أخذ بندقيته وابتعد عن القوم، فقلت ما هذا، أسأله فلم يرد. يقول وكان كأكثر الأعراب قليل الكلام، فأعدت السؤال فقال نمر. يعني الشيخ علي الطنطاوي مستغرب من هذا الدليل البدوي أو البدوي مثل ما نقول، يقول لا عسى ما انشر، أخذ بندقيته وتركنا وراح بالصحراء بالليل، عسى ما انشر ما يرد، قليل الكلام يقول هو. يقول فلما كثرت عليه قلت له عسى ما انشر، قال نمر. يقول نمر كما يقول أحدنا قط، هكذا يقول علي الشيخ الطنطاوي، لا يبالي، كأنه يقول قط لا يكترث، يقول ولا يبالي. قلت أينه؟ قال فأشار بيده فرأيت في الظلام عينين متقدتين كما تتقد عيون القط، فرماه برصاصة فاختفت العينان. قلت أصبته؟ قال لا بالله. قلت فماذا تصنع؟ قال فنظر إلي ولم يجب وتمدد فنام. وكنا ننام متفرقين بلا خيمة ولا حرس، يفرش كل بساطه تحته ويلقي عليه عباءته وينام، فجئت لأنام فلم أستطع، وكيف أنام والنمر يجول من حولي، ولو كان كلبا أو ثعلبا لما باليت به، ولكنه نمر. هذا من غرائب ما صادف الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. مر الشيخ علي الطنطاوي أيضا في رحلته هذه لما حج في سنة
1956 من الميلاد بمنطقة العلا التي تقع شمال غرب المدينة المنورة وتبعد عنها ما يقرب من 300 كيلومتر. يقول: دخل العبد بالشاي ومن عادتهم فيها أن يصف الكؤوس في الصينية، كؤوس الشاي يعني كلاصات الشاي، شايا أحمر وشايا أخضر، يأخذ الضيف من أيهما شاء، ثم يقف العبد بالإبريق فمن شاء ثنى أو ثلث. وكنت من الحاجة للشاي بعد هذا التعب وهذا النعاس كالأرض العطشة في حاجتها إلى المطر، فشربت كاسا وثنيت وثلثت وما زلت أستوقفه وهو يصب لي حتى شربت 13 من هذه الكاسات الصغار جدا، فما كان من العبد إلا أن بربر وقال ما لم أفهم، وتركني وولى، وما نمنا تلك الليلة حتى صلينا الفجر. هذه من لطائفه مع الشاي الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. الشيخ علي الطنطاوي لأنها رحلة حج تضمنت مشاهداته أيضا أشياء كثيرة تتعلق بالحج مما يصعب حصره في مقامنا هذا، لكن من جملة ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول: كنت في مصر من بضع سنين، وكانت في الجامعة بعثة من الطلاب تستعد لتمضي إلى الحج، فعلق بها طالب يعرفه إخوانه شيوعيا خبيثا حربا على الإسلام. الآن يتكلم الشيخ علي الطنطاوي عن موقف غريب جرى مع أحد طلاب الحج، أرادت هذه البعثة أن تتوجه إلى الحج، وكان هناك طالب ينتسب إلى المذهب الشيوعي وكان شديدا على الإسلام وأهله مجادلا لدعاته، قال فأبوا عليه الصحبة وألحه هذا الشاب الطالب الشيوعي، ألح في الذهاب إلى الحج راغبا فيه. فلما علمت قلت: أنا أرى أن تأخذوه معكم، فلعل الله قد أذن بصلاحه فبعث هذه الرغبة في نفسه، فاستبعد ذلك، استبعد توبته وصلاحه. فقلت: إن هذا الطالب كالآلاف من أمثاله ممن نشأ على الإسلام وربى عليه في بيته، فرسخ الإيمان في قلبه، لأن الكفر والإيمان ومبادئ الخير والشر إنما يكون رسوخها في سن الطفولة والصبا. إنه مؤمن في قرارة نفسه، ولكن ضعف الدعوة إلى الحق وقوة الدعوة إلى الباطل هي التي صارت به إلى هذا المصير، ولكن ضعف الدعوة إلى الحق وقوة الدعوة إلى الباطل هي التي صارت به إلى هذا المصير. قال: وأخذوا برأيي وصحبوه، ولما رجعوا ولقيت هذا الأستاذ قال لي: لقد كان ما كنت ترى، ولكنه كان شيئا عجيبا دهش له كل من كان معنا حتى الطالب نفسه، فإنه ما بلغنا حدود الحرم ونزعنا ثيابنا حتى تبدل نفسا بنفس، كأنما نزع مع الثياب دنياه كلها من قلبه وأفكار السوء من رأسه، وترك الباطل الذي كان يحيا فيه. قال: وترك الباطل الذي كان يحيا فيه، وعاد الفتى المؤمن يجهر بالتلبية أكثر من جهرنا، ويخشع لها أكثر من خشوعنا، فحسبنا ذلك تظاهرا منه، حتى إذا بلغنا باب الحرم وبدت لنا الكعبة غلبت عليه حال يستحيل أن تكون تصنعا وتمثيلا، وراح يبكي وينشد حتى لقد أبكانا، ثم كان أكثرنا صلاة وطوافا واستغراقا في العبادة. وهذا الشاب بعد ذلك صار من أهل الصلاة والخير. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله وهو يذكر بعض المآثر التي رآها من توسعات الحرم المكي وما فيه من حال مرضية بعد زمن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول الشيخ علي الطنطاوي: وإذا كان خلفاء بني عثمان يحبون أن يلقبوا بأنهم خدام الحرمين الشريفين، فإن أحق الناس بلقب خادم الحرمين الشريفين من ترك في هذين الحرمين هذه المآثر. وصدق رحمه الله. ومن جملة ما قاله الشيخ علي الطنطاوي أيضا رحمه الله تعالى، قال: سرنا للجنوب نخبط في ظلام الليل، لا نتبع جادة مسلوكة ولا طريقا واضحا، يقودنا الحاج نمر، ويا ليت اسمه الحاج غراب، فقد أضلنا كما قد ضلت من كانت الغراب تهديه. يقصد الشيخ الطنطاوي رحمه الله تعالى أن الغراب يضرب به المثل في إضلال الناس. حتى بلغنا قرية كبيرة اسمها أم الجمال، فيها بنيان كثير وأزقة وطرقات. هذا في ذكرني بقول الشاعر: إذا كان الغراب دليل قوم يدلهم على جيف الكلاب.
يقول الشيخ عدلي الطنطاوي رحمه الله: حتى بلغنا قرية كبيرة اسمها أم الجمال، فيها بنيان كثير وأزقة وطرقات، وفيها برج عال قديم لكنها مهجورة، وهي موحشة في الضحى فكيف في الليل. ثم ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أن يقفوا في هذا المكان لأنهم قد أحسوا بالضياع ولم يعرفوا ماذا يصنعون. قال: فلما رأينا هذا الأمر طلبنا أن نقف هنا وتذهب سيارة لتكشف لنا الطريق، فذهب صاحبنا فانتظرناه إلى الفجر فلم يرجع. هذا الدليل نمر الذي كان معهم. قال: وكانت ليلة ما أذكر أني رأيت مثلها بردا ونحن في العراء، فأحسست والله كأن عظامي ترتجف من البرد، وبلغ منا النعاس وما نطيق أن ننام، وأين وكيف ننام. فلما طلع النهار وتعارفت الوجوه رأيت الحاج غراب، يقصد نمر، على بعد 50 مترا، وإذا المحترم ينتظر أن نأتي إليه. أنا أرى بأن الحاج نمر قد أحسن إليهم، وإن كان قد أساء في الأول فهو قد أخطأ الطريق لكنهم دلهم عليه. وهذه عادة وفود الحج، وهذا لعل إن شاء الله يأتي لاحقا، أن هذه القوافل تعتمد على بعض الأدلاء من الأعراب في جزيرة العرب، فمنهم من يكون أمينا فيوصلهم، ومنهم من يكون خائنا فيغدر بهم ويتفق مع عصابة تعترضهم في الطريق ويبيعهم بثمن بخس دراهم معدودة، أو يكون أحد أعضاء هذه العصابة فيسلبون من الناس أموالهم وما عندهم. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله مع رحلة أخرى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج أسفار وأخبار، للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.